الاخرى بالنسبه لسيراميكا كليوباترا، غياب لاعبين مؤثرين فريق السيراميكا، غياب ميدو جابر، غياب احمد محسن، غياب خالد صبحي، والغياب الابرز هو شادي حسين. ماذا تاثيرهم في اللقاء اليوم كابتن عماد؟ لا، لعيبه مؤثره يعني. ميدو وشادي حسين من اللعيبه الاساسيه في سيراميكا كليوباترا، وبيعتمد عليهم كقضيه اساسيه بشكل كبير جدا، ولعيبه عندها امكانيات وعندها خبرات عاليه جدا. ويمكن كلنا اجمعنا ان خط هجوم سيراميكا كليوباترا مميز، ولعيبه عندها امكانيات عاليه. لكن كبداء ممكن يحلها، ممكن تتحل بقى المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فكره صالح ومحمد ابراهيم، انه ممكن يلعب مثلا برجب عمران ومحمود نبيل في نص الملعب، ويلعب صالح وعلى اليمين ناحيه اليمين محمد ابراهيم، ناحيه الشمال ايا كان بقى يحط، ممكن في شيف دابو، ممكن 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 شيف دابو، وبعد كده يلعب قدام احمد ياسر رايان، تبقى اتحلت، يبقى على الاقل لعب باثنين ارتكاز في نص الملعب، وفي نفس الوقت عنده رباعي بيقدر يقوم بالواجبات الهجوميه بشكل كبير جدا، ورجب عمران يقدر يكمل في الهجمه، يبقى الخامس معاهم. مباراه على ما اعتقد النهارده سيراميكا هيدور على المكسب فيها من بدري، هيحاول بقدر الامكان انه يخلص المباراه من بدري. عندي علامات استفهام على رجب بكار. بتضحك ليه؟ لا عادي. يعني المستوى ليس رجب بكار في الماضي. بص، ده حال اغلب لعيبه الدوري المصري، عشان نكون واقعيين، عشان ما نظلمش رجب بس، اللعيبه عندنا بنستقبل الفرق الكبيره، بنستقبل النادي الاهلي ونادي الزمالك لكن العادي بتاع الفرق الباقيه ماتش فوق ماتش تحت، ماتش فوق ماتش تحت، ماتش فوق ماتش تحت، ودي المشكله، ده اللي بيفرق بين لعيب كبير ولعيب صغير. نعم. الاستمراريه، يعني احنا بنتكلم على كريستيانو وعلى ميسي ليه؟ 12 سنه 14 سنه، هم احسن اثنين لعيبه في العالم. صحيح. هنقول ان دول فلتات، لكن في لعيبه ثانيه بتحافظ سنوات طويله، هو اللعيب اللي بيحافظ على الاستمراريه وبيحافظ على مستواه اكتر من 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 سنه وبيفضل مكمل بنفس الشكل وبيتطور، هو ده اللعيب الكبير. نعم. اللعيب اللي بيفضل يطلع وينزل يطلع وينزل بيبقى تركيزه بيقل، فعلشان كده بيطلع وينزل. مش بقلل من رجب بكار خالص، بقلل من لعيب الدوري المصري، انا بتكلم فكره ان اللعيبه اوقات التركيز بتاعها بيهرب فمستواه بينزل. نعم.